أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من المشاهد نت: رحلة 60 صيادا يمنيا من سجون السعودية إلى معتقلات ميليشيا الحوثي. من الموقع بوست: الحوثيون والسلام، مراوغة مستمرة منذ بداية الحرب. من العربي الجديد: 17 نقابة ومنظمة تطالب المبعوث الأممي بزيارة تعز. أهلا بكم. على بعد أمتار من مدينة الحديدة الساحلية ذات الكثافة السكانية الكبيرة غربي اليمن، تدور معارك طاحنة بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة الحوثي منذ نحو 15 يوما، لكن وفقا لعنوان موقع يمن مونيتور، فإن سكان الحديدة اليمنية يخشون شبح الدمار والقتل والتشرد مع اقتراب المعارك من المدينة. وطبقا لانطباعات السكان الذين تحدثوا إلى يمن مونيتور، فإن منسوب المخاوف يتصاعد على واقع اقتراب المعارك خشية اندلاع حرب شوارع بالمدينة، يفقد معها المدنيون المسكن والمأوى في واحدة من أشد المناطق فقرا باليمن رغم موقعها الاستراتيجي. ويفيد الموقع أن العشرات من الأسر بدأت الاستعداد للنزوح وترك المدينة خوفا من قذائف الحوثيين وغارات التحالف العربي في حال انتقلت المواجهات إلى داخل الأحياء وبالقرب من المنازل. وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها رصدت خلال الأسابيع الستة الأولى لتجدد المعارك نزوح أكثر من 48 ألف شخص في الساحل الغربي لليمن، مشيرة إلى أن معظم النازحين تمكنوا من العثور على مأوى في المدارس والمرافق الصحية، بينما يقيم البعض الآخر في مبان غير مكتملة وفي العراء. مرضى يغتالون وطنا، تحت هذا العنوان كتب أحمد ناصر حميدان في العربي الجديد وقال: قلبي مع وطني الكبير، مع صنعاء والمناطق الجاثمة تحت سلطة الاستبداد والاصطفاء الإلهي للفكر الطائفي، وأيضا مع سقطرى وهي تحت رحمة الكوارث الطبيعية والبشرية من أعاصير اليوم والماضي وما بينهما من المخلفات والتراكمات التي تجتاح الحياة المدنية لتغرر بالعقول والنفوس وتؤذي النسيج الاجتماعي والوطني وتضرب المدن جنوبا وشمالا شرقا وغربا، وأكثرها وجعا عدن وتليها تعز، إذ تغزوهما عواصف من الشتات الفكري والسياسي ومن الموج المتصاعد للانتقام والكراهية المبللة بخصومة فاجرة. ماضينا موحل والغارقون فيه كثيرون لا يملكون الوعي، وحل منظومة الحكم والسياسات وحل لا علاقة له بالجغرافيا، فثورة الوعي وحدها هي القادرة على انتشالنا منه، ثورة تنفض عن كاهلنا كل الأمراض والتراكمات التي لا زالت عالقة في الذاكرة، ثورة تنظف وحل حاضرنا كي تنقلنا للمستقبل. مكامن الخطورة في العبث بقمامات ومخلفات هذا الماضي أنه يشبع مرض الانتماء والجغرافيا والضغط النفسي للهوية، ويعمل على تغيير مجرى التاريخ، ويعمل على أن تكون الذاكرة المعطوبة وطنا بديلا. وكم من الجبابرة رفعوا راية الاستسلام وانحنوا لأعدائهم التاريخيين جراء شغف الوهم الطائفي والمناطقي المقيت. اللعنة التي حلت بنا بأقنعة وطنية تستهدف الشخصية الاعتبارية للدولة والعقد الاجتماعي أي النظام والقانون، لتجعلنا في اغتراب يسقط القيم والمبادئ والأخلاقيات والإنسانية، لنبقى مأسورين لزيف الشعارات نصفقه ونرقصه لنصنع مستبدا بديلا بمواصفات تلبي نفسيتنا المصابة، ليموت فينا ضمير الأمة، فلم نكن في مستوى التحديات حتى صرنا أدوات لاغتيال وطن. مع اقتراب القوات الحكومية من مركز مدينة الحديدة، أصيبت ميليشيا الحوثي بحالة من الخوف يظهر في حركة أطقمها وعناصرها، وفقا لعنوان المصدر أونلاين: مقتل امرأتين دهسا بعربة للحوثيين في مدينة الحديدة. قال شهود عيان للموقع: لقيت امرأتان مصرعهما دهسا بعربة عسكرية لمسلحي جماعة الحوثيين بالقرب من مستشفى 22 مايو بمدينة الحديدة،
ذكر الشهود للمصدر أن عربة الحوثيين دهست عمدا المرأتين فاطمة محمد الأهجري ذات 50 عاما وسعيدة عبد الله فيل ذات 57 عاما، ومن ثم لاذ المسلحون بالفرار. ونقلوا عن مصدر مقرب من الضحايا قوله أن امرأة توفيت على الفور بينما أسعفت الأخرى للعناية المركزة بالمستشفى ومن ثم توفيت في وقت لاحق. وأضافوا أن أحد قيادات الحوثيين وصل مع مرافقيه لمنزل الضحيتين في حارة زايد لكنه طرد من قبل أهالي الضحيتين الذين رفضوا أي تحكيم أو تنازل عن القضية. ولا نزال في محافظة الحديدة، حيث يعنون موقع المشاهد نت: جماعة الحوثي تحتجز 80 صيادا من محافظة الحديدة. قال مصدر حقوقي للمشاهد إن جماعة الحوثي تحتجز منذ قرابة الشهر 80 صيادا من محافظة الحديدة دون أي تهمة سوى أنهم كانوا محتجزين في السعودية. يقول الموقع إن مدة احتجاز الصيادين في السعودية أولا تراوحت ما بين 3 إلى 6 أشهر بعد اعتقالهم في المياه الإقليمية من قبل بحرية التحالف. بعد ذلك اعتقلهم مسلحو الحوثي بعد ساعة من إطلاق قوات التحالف لسراحهم في أكبر عملية اعتقال جماعية، وأودعتهم سجونها في مدينة الحديدة دون توجيه أي اتهام لهم أو السماح لأسرهم بزيارتهم أو الاطمئنان عليهم. إيران تحرك فيل اليمن على شطرنج أوروبا. تحت هذا العنوان كتب مشاري الذايدي مقاله في الشرق الأوسط مضيفا: قال مسؤول إيراني بارز: وافقنا على العمل مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا لإنهاء الصراع في اليمن بسبب الكارثة الإنسانية هناك. أحد رموز السياسة الخارجية الإيرانية من جانبه قال للتلفزيون الحكومي الأحد الماضي: الاتفاق النووي غير مرتبط بالقضايا الإقليمية، إيران لن تجري محادثات بشأن نفوذها في المنطقة إلا فيما يتعلق باليمن. وقال المسؤول أن اجتماعا سيعقد بين إيران والقوى الأوروبية في منتصف يونيو في بروكسل لبحث الصراع الدائر في اليمن. الصورة واضحة، اليمن وليس سوريا أو العراق أو لبنان هو الورقة الأسهل التي يمكن لإيران أن تلعب بها أو تلاعب بها الطرف الأوروبي، أو قل تهديها لهم حتى يقدموها على طبق من فضة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيرضى ويهدى ومعه السعوديون وبعض الخليجيين والعرب، وكفى الله المؤمنين القتال أو الحصار الاقتصادي الأمريكي الغليظ. تأتي هذه اللعبة الإيرانية الأوروبية على وقع الانتصارات المتتالية لتحالف دعم الشرعية اليمنية ونكسات العصابات الحوثية خاصة في الساحل الغربي ومعارك الحديدة الحاسمة. الحوثي هو الأضعف حالياً، وأي توقف لهذا الزخم العسكري من أجل خدعة تفاوض سياسي المستفيد الوحيد منها هو الحوثي وراعيه الإيراني ليس إلا قبضا للريح. الأوروبي له حساباته ومصالحه الخاصة، واليمن بالنسبة له أو لإيران كرت لعب، لكنه بالنسبة للسعودية ولأهل اليمن قبل ذلك قصة حياة أو موت. لم يكن الحديث عن جاهزية الحوثيين لعملية السلام بجديد على اليمنيين، وبالتالي لم يحدث أي أثر كونهم سمعوه مرارا طوال فترة الحرب التي دخلت عامها الرابع. هذا ما قاله تقرير للموقع بوست حمل عنوان: الحوثيون وسلام، مراوغة مستمرة منذ بداية الحرب. يرى التقرير أن المتابع لمسار تحرك ونمو الحركة الحوثية يدرك جيدا أن حديث الحوثيين عن السلام ليس سوى مراوغة لتخفيف الضغط عنهم الذي يواجهونه في الحديدة بعد استمرار تقدم الجيش الوطني منذ أسابيع. وبرغم الحديث عن معادلة سياسية قادمة سيكون الحوثيون جزءا منها، إلا أن الكثيرين يستبعدون إمكانية موافقة الحوثيين على حل الأزمة اليمنية وفقا للمرجعيات المتعارف عليها، وأبرزها قرار الأمم المتحدة 2216. وينقل الموقع عن أحد الباحثين قوله: ميليشيات الحوثي الانقلابية لا تمتلك مشروعا سياسيا بل عقائديا وأيديولوجيا متطرفا، وجذورها ليست في اليمن فقط بل في إيران الداعمة لها. وأكد أنه لا يمكن الاتفاق مع جماعة الحوثي، وحتى لو تم الاتفاق
سيكون على أساس التمكين لها فقط لتكون المتحكمة بالمشهد السياسي اليمني برمته. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى أخبارنا المنوعة، فابقوا معنا. مساء يكتمل المشهد حين نلقي الضوء على مستجدات الأحداث. النقطة الأولى كانت تتعلق بالضبط بوقف الإطلاق. نستكشف تفاصيلها لتكتمل الصورة وتتضح أبعادها. المساء اليمني قريب من الواقع. أهلا بكم من جديد. ومن جولتنا في الصحافة الفرنسية، عنونت صحيفة لوبوا الفرنسية والتي ترجمت خصيصا لقناة بلقيس اليمن: تعبئة المتمردين للدفاع عن ميناء الحديدة الرئيسي. قالت الصحيفة إن القوات الموالية للحكومة في اليمن المدعومة من التحالف اقتربت من ميناء الحديدة الرئيسي الذي يسيطر عليه المتمردون الذين دعوا للتعبئة العامة لوقف الهجوم. قالت الصحيفة تعتبر مدينة الحديدة الواقعة على البحر الأحمر هي نقطة الدخول الرئيسية للواردات والمساعدات الإنسانية في هذا البلد الفقير الذي كان في حالة حرب منذ أكثر من 3 سنوات. تتابع الصحيفة: يدعي التحالف أن الميناء هو نقطة البداية لهجمات المتمردين على سفن في البحر الأحمر والموقع الذي تقوم إيران بتسليم الأسلحة عبره، بما في ذلك الصواريخ إلى الحوثيين، وهو ما تنفيه طهران. وفي مواجهة هذا الهجوم دعا أمين العاصمة حمود عباد المعين من قبل المتمردين إلى التعبئة العامة للحوثيين مع الرجال والمعدات للدفاع عن جميع الجبهات خاصة الغربية. وما زلنا في الصحافة الفرنسية والتي اهتمت بالتقدم نحو ميناء الحديدة، حيث تناولت الصحفية مريم مويه في صحيفة لوغوا الفرنسية موضوع الحرب في الحديدة وعنونت: الحديدة القضية الاستراتيجية والإنسانية للحرب في اليمن. قالت الصحيفة: تتسبب المعركة المعلنة من أجل السيطرة على الحديدة في إثارة القلق الأكبر بين المنظمات الإنسانية. تقول الصحيفة: ميناء الحديدة الذي كان واقعا تحت حصار بحري منذ نهاية العام الماضي ومنذ ذلك الحين تم إضعافه قليلا، يمثل موقعا استراتيجيا في أيدي المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون عليه. وتنقل الصحيفة عن سوزي فان ميغي وهي مستشارة في مجلس اللاجئين النرويجي قولها: ميزة أخرى في الحديدة هي قربها من العاصمة، مما يسمح للبضائع التجارية أن تصل بسرعة إلى منطقة مكتظة بالسكان، يسمح ذلك بنقل الأغذية والوقود بشكل أسرع وأكثر أمنا وبتكلفة أقل من أي طريق آخر. وترى الصحيفة أنه من المستحيل التنبؤ بسرعة الهجوم بقيادة مجموعة من القوات المتباينة. ألوية العمالقة، وحدة النخبة السابقة للجيش التي دعمتها الإمارات العربية المتحدة، المقاومة الوطنية التي تجمع بين صفوفها مؤيدي صالح، والمقاومة التهامية التي شكلها جيش الرئيس عبد ربه منصور هادي. تقوقع أمريكا ومواجهة ترامب العالم. تحت هذا العنوان كتب الرئيس المؤسس لمعهد العلاقات الدولية الفرنسي تريدي مونبريال مقاله المعاد نشره في الحياة اللندنية. كان موقف روسيا من انسحاب أمريكا من الاتفاق الإيراني وسقوط القتلى في غزة معتدلاً، فالوقوف موقف المتفرج يصب في مصلحتها في انتظار توسع الشقاق بين ضفتي الأطلس الأوروبية والأمريكية لاستغلاله، وتخرج موسكو صورتها على أنها قوة منطقية على خلاف الولايات المتحدة تنساق وراء أهواء رئيسها، والاعتدال غلب على موقفها من إسرائيل كذلك. وباريس وموسكو قد لا تجمعان على موقف واحد من الملف السوري أو الأوكراني أو الإيراني، ولكن مصالح مشتركة تجمعهما. ويحسب دونالد ترامب أن إيران ستضطر إلى النزول على رغبته في المفاوضة على اتفاق جديد
يكرس لفظها إلى الأبد السلاح النووي، ويقيد فيه برنامجها الصاروخي البالستي ونفوذها الإقليمي، وهو يأمل في أن ينتفض الإيرانيون ومعاناتهم تتعاظم جراء تدهور أحوالهم الاقتصادية، وأن يطيحوا نظام الملالي. ولكن الرياح قد لا تجري على ما يشتهي البيت الأبيض، وقد لا تكون حساباته في محلها، فاليوم لا بديل من النظام الإيراني. والتجارب الأخيرة في تغيير الأنظمة في الشرق الأوسط انتهت إلى كوارث، وقد يرجح المرشد الأعلى كفة المحافظين على كفة المعتدلين، وفي وسع الباسدران الحرس الثوري الإيراني النفخ في المشاعر الإيرانية القومية واعتداد الإيرانيين برفض الإملاءات الخارجية. وعلى رغم ضعف قدراتها الاقتصادية، قدرات طهران على التخريب في الشرق الأوسط هائلة، وإذا رجحت كفة المحافظين تعاظمت مخاطر حرب مفتوحة بينها وبين إسرائيل، أو بينها وبين دولة عربية بارزة. ومثل هذه المواجهة لا تقتصر على هذه القوى الإقليمية، بل تترتب عليها مشاركة قوى خارجية. ولكن في مثل هذه الظروف، هل في يد طهران قبول تعديل الاتفاق الإيراني وتوسيع نطاقه على نحو ما تقترحه فرنسا؟ عن محافظة تعز المحاصرة منذ سنوات عنونت صحيفة العرب الجديد 17 نقابة ومنظمة تطالب مارتن جريفيث بزيارة تعز. قالت الصحيفة إن 17 نقابة مهنية وعمالية ومنظمات مجتمع مدني في تعز دعت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن مارتن جريفيث إلى زيارة مدينة تعز للاطلاع عن قرب عن ما يعانيه المدنيون جراء الحصار المفروض على المدينة. تتابع الصحيفة إضافة إلى استمرار القصف وإغلاق المنافذ والطرق الرئيسية للمدينة من قبل اللجان المسلحة التابعة للحوثيين، الأمر الذي يستوجب تحركات عاجلة ومواقف قوية لإيقاف هذه الانتهاكات الجماعية بحق أبناء محافظة تعز ومحاسبة مرتكبيها. وأوضح بيان المنظمات أن المخاطر والظروف المعقدة التي تمر بها محافظة تعز تستدعي من جميع القوى المجتمعية في المحافظة أن تكرس جهودها من أجل تطبيع الحياة وعودة المؤسسات وحماية حقوق الإنسان والعمل الدؤوب على رفع الحصار عن المدينة. كي لا تبقى الأطروحات المتعلقة بالتخلف وأسبابه في عالمنا العربي أحادية البعد وتقتصر على ما يسمى الثغرة التكنولوجية، لابد من الإحاطة بالمشهد بانوراميا ومن مختلف زوايا. هكذا بدأ خيري منصور مقاله المنشور في الخليج مضيفا: الإنسان لا يحلق بجناح فولاذي واحد، وحين حدث مثل هذا في تجارب تجاهلت العلوم الإنسانية لم تكن النهايات سعيدة، كما هو الحال في الاتحاد السوفيتي السابق وفي أكثر دول العالم تقدما. هناك من لا يكفون عن قرع الأجراس للتنبه إلى خلق توازن بين ما هو علمي وإنساني وبالتالي أخلاقي. ونظريات الداعية إلى العلم من أجل العلم فقط لا تختلف عن نظريات سابقتها، وبشرت بالفن من أجل الفن فقط وبالأدب من أجل الأدب فقط، ما أدى إلى ظهور تيارات عدمية سخرت من منظومات القيم، وبلغ الأمر ببعضها كالفوضوية أو الباكونونية نسبة إلى باكونين أن تجاوزت كل الخطوط الحمر وأعادت الإنسان إلى غرائزه ودوافعه البدائية، بحيث يصبح الفرد مقياس كل شيء على طريقة السوفسطائيين. الثغرة التكنولوجية في عالمنا العربي يختزلها البعض من هواة التبسيط إلى عدد الأقمار الصناعية العربية أو عدد المساهمات في فعاليات علمية بمعزل عن الثغرة الأخرى المغيبة وهي البحوث العلمية وما ينفقه العرب في مجالاتها النظرية والتطبيقية، وما ينشر من إحصاءات في هذا السياق ينذر بكوارث إذا استمر الحال على ما هو عليه. ويكفي أن نقرأ مقارنات بين ما ينفق على البحث العلمي وما ينفق على الثرثرة بالهواتف المحمولة، والدول التي عانت من خلل في التوازن بين ما هو علمي وما هو إنساني تنبهت إلى خساراتها الفادحة، لكن بعد فوات الأوان، تماما كما حدث مع نظم شمولية تصورت أن الإنسان يعيش بالخبز وحده، ثم فوجئت باندلاعه من القمم بحثا عن الحرية.
جولتنا المصورة اليوم منتقى من صحيفة الجارديان البريطانية، حيث تنقل مصوروها بين العديد من مناطق العالم موثقين أحداثا مهمة نتابعها في هذه الصور. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نتابع وإياكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله.